احنا ابناء حضرموت نستنكر كل ما يقوم به الحوثي، يعني في ضرب الموانع او اي مكان من اي محافظه من محافظات الجنوب. والحوثي هو يعتبر يعني تابع لايران، والله يعني الحكومه يجب ان تقوم بواجبها في ضرب الحوثي، وان يتكاتفوا الجميع لضرب الحوثي في اي مكان، كان في حضرموت او في عدن او في مأرب او في اي مكان او في تعز. والحوثي يعتبر هو عميل لايران. ابناء حضرموت ندين ونستنكر ما حصل يوم امس في ميناء ضبه من قصف الى للميناء، ونامل من الاخوان في التحالف والاخوان في النخبه الحضرميه ان يكونوا مستعدين للتصدي لهذه الاعمال. حين نستنكر ما حصل ليله امس من رمي وضرب صواريخ من الحوثي، ونحن ابناء حضرموت مسالمين ونقول للحوثي حضرموت الى هنا الى هنا، قف امام حضرموت، حضرموت ابنائها مسالمين، لكن وقت الشده نحن اشده واقوياء، ونحذر ذلك ونحذر ونشدد الحوثي ومن معه واعوانه ان حضرموت بالها ورجالها مسالمين، لكن وقت الشده نحن في الشده رجال. نشجب ونستنكر ما حدث في ميناء الضبه النفطي يوم امس، وهذا الحدث حدث غير اخلاقي، وحضرموت لا تقبل مثل هذه الاحداث. حضرموت بالنسبه لحضرموت فيها نخبتها وفيها رجالها الذين لا يرضون بزعزعه الامن والاستقرار في محافظه حضرموت، وحضرموت قويه بابنائها، وان شاء الله ستتصدى النخبه الحضرميه لمثل هذه الاعداء الاعمال الارهابيه التي تستهدف البنيه التحتيه، وهذه بنية تحتية خط أحمر بالنسبة لأبناء حضرموت. ولا أعتقد أي شخص في حضرموت لا يدين هذه الأعمال.